Rage on that beat going crazy. فيديو النهارده من اكتر الفيديوهات اللي طلبت مني الفتره الاخيره دي، ازاي بصور بالموبايل وبتطلع الجوده دي، الاضاءه، الترايبود، المايك، ابلكيشن الكاميرا، برنامج المونتاج، كل الكلام ده هنتكلم عليه بالتفصيل في فيديو النهارده. بس قبل نبدا طبعا يا ريت تنزل تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه. بس كفايه كلام كده، خلينا نبدا. اول حاجه كده، انت ممكن تبدا على يوتيوب عادي جدا بموبايلك، بس مش لازم بقى يكون معاك كاميرا بروفيشنال وسيت اب جامد واضاءات كتير، لا ممكن تبدا بكاميرا موبايلك بس مع شويه تريكات كده هقول لك عليها هتظبط لك الدنيا. بس خلينا الاول نتكلم عن المعدات اللي هتساعدك انك تصور فيديو كويس، وبعد كده هقول لك على شويه تريكات هتظبط لك الدنيا. طيب اول حاجه هنتكلم عن الاضاءه والصوت، الاثنين دول حرفيا اهم حاجه في تصوير الفيديو، فما ينفعش ما بقاش عندك اضاءه او تعتمد على اضاءه البيت بس، لا ما ينفعش. في انواع اضاءه كتير ممكن تشتريها، ممكن مثلا تجيب سوفت بوكس ب 400 جنيه بالستاند بتاعه، او مثلا لو معاك بادجت اعلى تجيب اتنين سوفت بوكس هيظبطوا معاك الدنيا. ممكن برضو تجيب رينج لايت، الرينج لايت دلوقتي بقى متوفر بكل الاسعار حرفيا، يعني من اول 100 جنيه لحد 3000 جنيه، فشوف برضو انت المناسب ليك. وفي حلول تاني برضو لو انت مش عاوز تشتري او معكش فلوس تشتري، يعني ممكن انت مثلا تعمل سوفت بوكس تمشي بيه نفسك كده، وهتلاقي فيديوهات كتير على يوتيوب بتعلمك ازاي تعمله، وعلى فكره مش هيبقى مكلف خالص وهيديك برضو اضاءه كويسه. طب لو انت بقى مكسل وشايف الحوار صعب، ممكن بص اهو تجيب كام لمبه زي كده وتوجههم عليك، بس ممكن تجيب مثلا 2 أو 3 وتصور بيهم هيظبطوا لك الدنيا. طب بالنسبه للصوت بقى فهو برضو مهم، يعني اتعود دايما تحط نفسك مكان المشاهد، فلو صوت الفيديو وحش محدش هيتفرج عليك، محدش هيكمل الفيديو اصلا. يعني انت دلوقتي لو الصوت اللي انت سامعه ده وحش انت مش هتكمل الفيديو، مش هتقدر تسمعه اصلا، فهتقفل الفيديو، فالصوت ده يعتبر اهم حاجه بالنسبه للمشاهد. طب الحل بسيط خالص، مايك بويا زي اللي انا لابسه ده ب 150 جنيه هيديك اعلى جوده صوت، يعني حقيقي هو رخيص وممتاز. فلنفترض برضو ان انت معكش 150 جنيه ومش هتشتري مايك دلوقتي، ما تبداش؟ لا طبعا في حلول كتير، اهم حاجه انك تبدا، البدايه اصعب حاجه. ابدا بالامكانيات اللي معاك دلوقتي وبعد كده طور من نفسك حاجه حاجه. طيب تعمل ايه في الصوت؟ ممكن تجيب موبايل تاني زي كده اهو وتبقى ماسكه كده وانت بتسجل بس، وتتكلم عادي ويبقى الموبايل ده هو اللي بيسجل صوت، هيبقى اكيد احسن بكتير من الموبايل اللي بعيد عنك، يعني ده بص هيبقى قريب منك كده فهياخد الصوت هو، وتتكلم عادي انت كده وانت ماسك الموبايل بس. فالحلول كتير، فما تخليش حاجه توقفك وابدا. ثالث حاجه بقى الترايبود، ما هو انت لو بتصور فيديو ثابت زي كده انت محتاج ترايبود، والترايبودات دي بقى ارخص حاجه انت ممكن تشتريها في كل المعدات اللي احنا قلنا عليها دي، هتلاقي بيبدا من 20 جنيه اهو. بص ممكن تلاقي ترايبودات صغيره زي كده كل واحد في دول مثلا ب 20 جنيه وكويسين برضو، يعني هيثبتوا معاك الموبايل حلو. ولو عاوز حاجه اعلى تبقى مثلا كبيره وكده ورخيصه برضو، في بص مثلا ده اهو في حاجه زي كده، ده اسمه 3150 تقريبا او حاجه زي كده، ورخيص يعني ب 50 جنيه تقريبا، والى حد ما كويس بالنسبه لسعره ده فهو كويس. وهو بص بيطول كده، يعني بص اهو بيتفتح كده. طيب فلنفترض برضو ان انت معكش ترايبود او مش عارف تشتري ترايبود، مفيش حل؟ لا في حل برضو، لحظه واحده. A few moments later. اهو بص علبه زي دي، يعني هات اي علبه من عندك، يعني دي مثلا علبه كاوتش بتاع عجل، وهتفتحها زي كده اهو وهتجيب الموبايل هتحطه فيها كده بس، وهو ثبت يعني بص اهو. فالحلول زي ما قلت كتير، ما تخليش حاجه توقف. طيب كده احنا اتكلمنا عن المعدات، اضاءه، مايك، ترايبود. نيجي بقى للتريكات اللي هتساعدك ان انت تعمل فيديو احترافي. اول حاجه بقى، ودي من الحاجات المهمه جدا واللي للاسف بيقع فيها معظم المبتدئين، ابلكيشن الكاميرا. ما ينفعش تصور بابلكيشن الكاميرا الاساسي اللي بيجي مع الموبايل، لان الاعدادات فيه بتبقى اوتو، فلو انت تلاقي نفسك عملت كده تلاقي الفيديو بيضلم، فشويه نور شويه يضلم، تلاقي وفي نويز كده بتظهر في الجناب، فلا يعني ما ينفعش. لازم تحمل ابلكيشن من جوجل بلاي عادي بيدعم التصوير بالاعدادات المانيوال، اللي هو انت تظبط الايزو والشاتر سبيد كل الكلام ده، عشان كل حاجه تبقى ثابته زي ما انت شايف كده، ما يظهرش فيه نويز هنا ولا هنا، مش اجي اعمل كده يروح الفيديو مثلا يظلم او ينور بس. فهتلاقي ابلكيشنز كتير على جوجل بلاي بتدعم التصوير المانيوال، زي مثلا اوبن كاميرا ده تقريبا اشهر واحد، وهتلاقي فيلم برو برده ومانيوال كاميرا، هتلاقي ابلكيشنز كتير، ممكن تبحث على يوتيوب برده انهي افضل فيهم. بس تاني حاجه بقى، صور بكاميرا الموبايل الخلفيه، يعني ما تجيش تصور بالاماميه وتقول اصل انا مش بعرف اصور غير وانا شايف نفسي ولازم اشوف نفسي والجو ده، لا يعني صور بالخلفيه لانها هتديك جوده افضل بكتير، وانت مع الوقت برضه هتتعود، اللي هو مش لازم تشوف نفسك يعني عادي.
انت اظبط الموبايل على المكان اللي انت بتصور فيه وبس. وزي ما قلت الحوار هيبقى صعب في الاول ولكن هتتعود بعد كده. ولو الحوار يا سيدي فرق معاك قوي ولازم تشوف نفسك او مش عارف، ممكن تجيب مراية تحطها ورا الموبايل كده بحيث ان هي تعكس لك الصورة وتشوف نفسك، او ممكن مثلا لو معاك لابتوب توصله بالموبايل. في طرق كتير كنت شفتها قبل كده بتوصل اللابتوب بالموبايل وبيظهر لك الشاشة بتاعة الموبايل، فبتبقى شايف نفسك برضه، فممكن تتصرف مفيش اي مشكلة. لكن ما تجيش تصور بالامامية لان حرفيا انت كده بتخسر جودة كتير. تالت حاجة بقى، ودي حاجة مش هتاخد منك ثانيتين وانت بتعملها ولكن حقيقة مهمة جدا وبتفرق جدا في الفيديو، امسح عدسة الموبايل قبل ما تصور. يعني والله مش هتاخد منك ثانيتين ولكن هتفرق جدا في جودة الفيديو. رابع واخر حاجة بقى، تعديل الالوان. حرفيا مرحلة تعديل الالوان الفيديو دي بتفرق جدا. كنت عملت انا فيديو قبل كده عن تعديل الوان الفيديو، فيديو كامل كده كان تقريبا 9 دقايق او حاجة زي كده، فعلا هو فيديو مهم وهيفيدك جدا، فهسيبه لكم فوق في علامة الاي وهسيب لك لينكه برضو تحت في الديسكريبشن، بس فانت لازم تشوفه، اتكلمت فيه بالتفصيل عن تعديل الوان الفيديو وازاي هو بيفرق. بس دي كانت كل حاجة عن فيديو النهاردة. فلو الفيديو عجبك تنساش طبعا تعمل لايك للفيديو وتسبسكرايب للقناة. لو في حد من صحابك كده عاوز يبدأ على يوتيوب او كده ابعت له الفيديو ده عشان يستفيد هو برضه. وبس كده، سلام.